سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم اف ال، ومعكم طارق كما جرت العاده في الوصف ديال العروض العقاريه المختلفه. اليوم لكم نتوما اذا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع فما عليكم الاتصال والتواصل معي في رقمي كيبان لكم اسفل الفيديو. اليوم نجيب لكم شقه من فئه ديال السكن المتوسط، ولكن الفينيسيون اللي فيها بعيدة كل بعد السكن المتوسط، فينيسيون ديال السكن الفاخر بثمن ديال 540,000 درهم، ثمن ديال الهمزة، ثمن 540,000 درهم اللي منافس في هذا النوع ديال هذه الشقة، قلما نجد بحال هذا الثمن، وتا بحال هذه العروض هذه قليلة وقليلة بزاف، لا سيما في هذا الموقع. اليوم تنقول لكم طريق يرحب بكم من مدينة مكناس، أقدم لكم التحية والسلام أينما كنتم في جميع بقاع العالم، أقدم لكم التحية والشكر. كذلك أنتم أعزائي المشاهدين، نطلب منكم ما تنسونيش بالضغط على زر ديال الإعجاب والاشتراك، حوايج يحفزوني باش نجيب لكم أجمل الشقق اللي كتنتظروا مني. الشقة اللي جايب لكم اليوم ديال 100 متر مربع، ولكن الحاجة اللي زوينة فيها هي جاية في R بلس 2. شنو معنى R بلس 2؟ هي أن عندنا في السفلي شقة، في البرومي ايطاج عندنا جوج ديال الشقق، هذه تباع تم البيع ديالها، باتنا فقط هاد الشقة هذه، كنتمناها تكتب لأحد المشاهدين الأعزاء ديالنا. كنقول لكم مرحبا بكم باش نعرفوا الفصالة وكيفاش جاو الغرف وكيفاش تنظمات. حنا داخلين على يدينا ديال اليسر تنقول لك سيداتي ها هو المطبخ، مطبخ اللي هو جميل، مطبخ المطابخ اللي هي جديدة اللي كنعرفوهم بالمطابخ اللي اونكاسخاب، كلشي في بلاصتو، عندك البلاصة ديال لاهوط، البلاصة ديال لابلاك، والبلاصة كذلك ديال الفران. نتوما كتشوفو معايا بلاصة فين دير التلاجة، البلاصة فين دير الفران، والبلاصة فين دير الميكرووند، وعندنا كذلك البلاصة تيلا بغيتي تزيد لها ماشينة لافي، أما بالنسبة فيها بالطو. كما قلت لكم كنتواجد بكم بمدينة مكناس، وبالضبط الحي اللي كنتواجد به الا هو على مقربه من السوبر مارشي ديال المرجان، على مقربه من ديكاتلون، على مقربه من الماركات العالميه المعروفه، سواء كيكي كنهضروا كذلك على فلوك، كنهضروا على بزاف ديال الماركات كيتواجد هذا العقار هذا في بلاصه اللي عرفات واحد التطور كبير، لا من ناحيه ديال المرافق، لا من ناحيه ديال العمران، وكذلك من ناحيه المنشات، وقريبا غادي تكون هناك تجهيزات اللي هي جديده، قريبا غادي يكونوا منشآت اللي هي جديده. اذا واحد من الاحياء اللي نجحات في المدينه ديال مكناس، واصبح طلب عليها كثير والعرض فيها اصبح قليل. كما قلت مساحه ديال 100 متر مربع، شقه ب 540,000 درهم، ولا ربما يكون هناك نقاش مع صاحب هذا العقار، فيكفي اللي بغى يشوفها يتصل بيا نجيبو يشوفها تفعيل المكان. واخا شفنا المطبخ، عندنا صالون وعندنا ساجور، عندنا هنايا واحد الكوان لربما غادي يديروا فيه واحد الفاس ولا لافابو، عندنا تواليت ودوش. للتذكير بالنسبة لهذا العقار هذا راه في الإطار ديال الإنجازات النهائية ديالو، راه مازال ما كملش 100%، كما كتشوفوا معايا التواليت ودوش، وفوق منه كاينة الديبارا البلاصة ديال الخزين كما كنسميها ديما البيت ديال الخزين. وحنا داخلين عندي هذه هي الغرفة ديال الوالدين. حتى بالنسبة للخشب اللي تستعمل، خشب اللي كان ممتاز، هذيك الباب اللي كتشوفوا لهيه راه هي الباب بلاندي اللي غادي تكون في الدخلة ديال هذا العقار، هذا باب صحيحة ديال بصح اللي كتسد من كل بلاصة. أما بالنسبة لهذي فهي الغرفة ديال الوالدين، فيها الحمام ديالها، فيها بلاكار ديالها، وفيها بالنسبة للسقف كله دايرينو بالإنارة ديال الليد، وكله دايرينو بلا سبوت، والأرضية راها فيها ديك الإيحاءات كأنك كتمشي على الخشب. راه مازال ما كملاتش في الفينيسيون ديال هذا العقار، لهذا ما كيبانش مزيان. عندنا شفنا البلاكار، وعندنا هنا كاين واحد الحمام دوش وطواليت بلافابو ديالها، هما هادو راهم في وسط الغرفه ديال النوم. بالنسبه لهذا العقار فيه ثلاثه ديال الغرف، صالون سيجور، مطبخ اللي هو عصري، وبالنسبه للديكورات ما قصروش، ديكورات اللي هي رائعه اللي كانت. بالنسبه للارضيه فيها بحال راه كتمشى على الخام، فيها داك الرماج وداك الخطوطه بحال راه عندك الخام. هنا عندنا الغرفه الثانيه،
ما قلت هاد العقار راه مازال تجهيزات نهائية ديالو. للتذكير بالنسبة للطبق الأرضي راه حتى هو كاين بالكراج ديالو، هو شقة بحال هادي ما فيهاش مثلا. شنو هو الفرق اللي كاين؟ الغرف راه بحال بحال، كاين عندنا صالون وداك البلاصة ديال السيجور فيها فيها متجر، فيها كوميرس بالثمن ديال 540,000 درهم، كنهضرو على 54 مليون. عندي هادي هي الغرفة رقم 3، عقار اللي ممتاز لا من ناحية ديال الفينيسيون ديالو كيفاش فينا، ولا من ناحية كيفاش ترتب عقار. عقار اللي جد جد رائع ومنافس بزاف حتى في الثمن ديالو، لان بحال هاد النوع ديال العقارات ولينا كنلقاهم بأثمنة أخرى في السوق. كنقول لكم كان معكم طريق أعزائي المشاهدين من قناتكم أفائل، قناة اللي كتبت العروض العقارية المختلفة. ما تبخلوش عليا بضغط الزر ديال الإعجاب. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.